عزيزي المشاهد، الحقيقة النهاردة هنتكلم في موضوع شيق جدا يتعلق بالتغيرات اللي بتحصل في الشعر، وبالذات في موضوع الشيب، ظهور الشعر الأبيض. الحقيقة هو عبارة عن ظهور وإبيضاض الشعر قبل سن 30، وده ممكن يكون ليه أسباب كثيرة جدا. منها على سبيل المثال، هناك بعض العوامل الوراثية، بنجد ان في بعض العائلات الشعر الابيض ده صفة مشهورة فيها وتستمر من جيل الى جيل. ومنها ايضا ان هذا الشعر الابيض يظهر كنتيجة لنقص الحديد في الدم، وبالتالي نتيجة لانيميا الحادة اللي موجودة في داخل الجسم لنقص عدد كرات الدم الحمراء. ممكن ظهور الشعر الابيض يكون مصاحب لصدمة نفسية معينة، واحد عانى من حادثة معينة أو جات له صدمة نفسية معينة وكانت نتيجتها إن الشعر ابتدى يظهر فيه الشعر الأبيض. ممكن هناك أسباب أخرى تؤدي إلى ظهور الشعر الأبيض، زي التغيرات التي تحدث في الغدة الدرقية من ناحية نقص إفرازاتها. ممكن يكون الشعر الأبيض مصاحب لبعض الأمراض المناعية التي يقل فيها مقاومة الجسم. ممكن الشعر الابيض الاقيه مصاحب لبعض الامراض زي الذبحه الصدريه، لو حصلت في شخص ما في وقت معين ممكن يصاحبها على طول ظهور هذا الشعر الابيض. اسباب كثيره جدا ممكن ابص الاقي فيها مثلا الشعر الابيض في الاطفال بيظهر بطريقه معينه ويكون علامه مرضيه لمرض اخر، من السهل ان انا اشخصه من ظهور هذا الشعر الابيض. هي الحقيقه في البدايه ايه اللي بيدي لون الشعر اللون الاسود؟ اساسا هي مادة الميلانين، ودي مادة موجودة في داخل الجسم بتكون موجودة في الشعر بطريقة معينة بتركيز معين. وفي نوعين من مادة الميلانين، مادة الميلانين المنتشر ومادة الميلانين المحدد. إذا زادت نسبة مادة الميلانين المنتشر يبدأ الشعر بياخد لون يميل كثيرا إلى اللون الأسود، وإذا مال الشعر إلى الميلانين المحدد بنسبة أكبر من الميلانين المنتشر يبدأ اللون يأخذ لون يميل إلى اللون البني. بصرف النظر عن لون الشعر، أما المسؤول الأساسي عن تلوين الشعر هو مادة الميلانين. طب إيه اللي بيخلي الشعر ياخد لون أبيض؟ كنا زمان بنقول إن اللون الأبيض سببه إن مادة الميلانين اختفت ونقف. دلوقتي السبب إن مش مادة الميلانين اختفت وبس، ده أيضا في الشعر تكون فقاعات هوائية. اللون الأبيض ما هو إلا فقاعات هوائية تمر في داخل نخاع الشعرة ويبدأ اللون في أخذ هذا اللون الأبيض. ومن هنا بنقول إن الإبيضاض أساسا ظهور هذه الفقاعات الهوائية. الشيء الغريب اللي ما بنقدرش نفسره إن مثلا إنسان يتعرض لصدمة معينة، واحد كان في مركب وغرق فجأة، ودي مسجلة عندنا في الكتب العلمية، مجموعة من الناس كانوا في مركب والمركب غرقت وتم إنقاذ بعض الأشخاص، فوجئنا إنه في خلال أقل من 8 ساعات الشعر بقى كله بالكامل أبيض. ما نقدرش نعرف لغاية دلوقتي إيه اللي حصل، إنما بصفة عامة الأسباب في مجموعها هي مجموعة الأسباب اللي أنا قلتها، سواء كانت وراثية أو مناعية أو تتعلق ببعض التغيرات بالنسبة للغدد الدرقية أو مصاحبة لبعض الأمراض مثل الذبحة الصدرية وهكذا. طيب عزيزي المشاهد، هل الشعر يتغير الى اللون الابيض بس؟ لا، ده ممكن الشعر ياخد الوان كتير. ممكن الشعر يميل الى اللون الاخضر. امتى؟ اذا كان هناك شخص اشقر وبيعمل في مصنع من ماده النحاس ممكن يتغير شعره الى اللون الاخضر. حاجه تانيه، اذا كان هذا نفس الشعر الشخص الاشقر بيعمل في مصنع للكوبالت يتغير لون شعره الى اللون الازرق. يبقى اذا الشعر بيقدر يقبل الوان على حسب طبيعه عمل الشخص. صحيح ان الحالات دي قليله جدا او تكاد تكون نادره، لكن انا عايز اعرفك عزيزي المشاهد ان مش التغير ما بين البني بدرجاته والاسود بدرجاته والابيض وبس، احنا ممكن نشوف اشكال تانية. طيب الشيب الطبيعي ده اللي هو اساسا ببص الاقي ان الشعر يبتدي ياخد اللون الابيض مع تقدم السن بطريقه معينه، وبيبتدي هذه العلامات بتبدا صحيح اساسا
في منطقة الشعر، وبعد عدة سنوات بتبتدي على منطقة الذقن والشارب وهكذا. يبدأ الجسم يأخذ هذا اللون الأبيض وتبدأ علامات كبر السن تظهر على هذا الشخص. الحقيقة أن احنا كنا عايزين نتكلم عن علاقة الغذاء بالشيب. الغذاء ليه علاقة؟ لغاية هذه اللحظة هذه العلاقة ما نقدرش نحددها بالتفصيل. هل هناك علاقة مباشرة بين التغذية وشعور وظهور الشعر الأبيض؟ لكن عايزين نقول إن في الأطفال اللي فيهم نقص للبروتينات في مرض مشهور قوي اللي هو مرض الكواشيركون، بنلاقي مفيش شعر بيتكون في الشعر في الرأس تمام، الجسم بيتورم بطريقة معينة. مجرد ما بتعاد تغذية هذا الطفل في خلال فترة زمنية حوالي 6 أشهر بيعود الشعر من جديد بل بيزداد كثافة. يبقى هناك علاقة مباشرة بين البروتينات وبين كثافة الشعر. الحاجة اللي بعد كده، هل هناك علاقة أيضا بين الأنيميا والشعر؟ ثبت تماما أن حدوث الأنيميا أو نقص كرات الدم الحمراء أو نقص نسبة الحديد في الدم، كل دي عوامل أو عامل مباشر يؤدي إلى تكوين الشعر الأبيض أو بيسارع إلى حد كبير في تكوين هذا الشعر الأبيض. طيب في أدوية ممكن تؤدي إلى تكوين الشعر الأبيض. في حاجة اسمها صلفات الكلوروكين، ودي كانت من الحاجات اللي بنستخدمها زمان في علاج الملاريا، ولا زال استخدامها لغاية دلوقتي موجود في بعض المجالات الطبية، واستخدام هذا العقار يؤدي إلى تكوين الشعر الأبيض. أيضا المغنيسيوم، إذا استخدم المغنيسيوم بطريقة معينة في علاج تيبس الجلد، وجد أن هذا المغنيسيوم يحول الشعر الأسود إلى الشعر الأبيض. إذا هناك أيضا علاقة بين بيضاض الشعر والشيب وبين ظهور الشعر الأبيض. أنا دلوقتي الحقيقة زي ما بقول لك إن الشعر الأبيض ده ممكن تكون علامة من علامات التقدم في العمر، وفي نفس الوقت ممكن تكون علامة جمالية موجودة سواء كان في الرجل أو في الأنثى. فالحقيقة المفروض إن هذا الشعر إحنا بنحافظ عليه بطريقة من الطرق الصحية. وعشان كده أنا قلت لك إن في هناك بعض الوصفات اللي أنا هقدمها لك النهاردة علشان أحاول فيها أخفي علامات الشيب. الوصفة الأولى اللي أنا عايز أقولها لك اللي هي نبات اسمه السناموكي. والسناموكي ده عبارة عن نبات ليه أوراق خضراء صغيرة، وقال عنه ابن البيطار إن لو خلط المصحوق بتاعه بالحنة يعطي للشعر لون أسود داكن. الحاجة اللي بعد كده في منتهى السهولة برضو حاجة تانية، وصفة معروفة، إنك لو غسلت الشعر يوميا بصورة مستمرة بالشاي فبتقدر تؤجل إلى حد بعيد تكوين الشعر الأبيض. الحاجة اللي بعد كده وأنا أحبك تعرفها كويس قوي، نبات المريمية. الحقيقة نبات المريمية بيعمل من خلال تركيبة معينة هنقولها دلوقتي ثورة كبيرة في علاج الشعر الأبيض. والحقيقة دي من الوصفات المعروفة واللي بتحضر في المجال الطبي بطرق مختلفة. إذا أنت حضرت 4 معالق كبيرة من أوراق المريمية، وحضرت كمان 1/2 فنجان مية، و2 معلقة كبيرة من الحنة، ومعلقة صغيرة من مسحوق القرنفل، و1/2 فنجان صغير من الشاي المغلي بشدة، هنقدر نقول لك هي دي المكونات. ونبتدي نعمل الطريقة بتاعة التحضير. إن نبات المريمية بيتم غليه دافي على مية دافية بطريقة معينة، ويترك فترة معينة حتى يبرد، وبعد ذلك بنصفي هذه الأوراق وناخد السائل اللي اتكون ده ونضيف عليه القرنفل والشاي مع التقليب، وبعد كده بتضاف الحنة. هذا المزيج اللي بيتكون بيوضع الخليط على الشعر وفروة الشعر لفترة زمنية حوالي 30 دقيقة، وبعد كده بشطف الشعر عادي بالمية العادية. ودي من الوصفات المؤثرة جدا في علاج الشعر الأبيض. أيضا المريمية في حد ذاتها تاني ممكن استخدمها بطريقة تانية، إن أنا أجيب 4 معالق من أوراق المريمية وأغليها في مية على مدى، باخد ملء كوبين مية مع 4 معالق من أوراق المريمية وبنغليها لمدة 2 ساعة، وبعدين بنصفي هذا المزيج اللي بيتكون ونستخدمه في غسل الشعر
كل يوم بالليل قبل النوم. الحكاية دي لو استمرت على مدى أسبوع ممكن تزيل إلى حد كبير الشعر المتغير إلى اللون الأبيض. في الوصفة الخامسة اللي أنا عايز أقولها هي منقوع السمسم. إذا الحقيقة استخدمنا حبوب السمسم، أخذنا معلقتين منهم وحطناهم في كوبين من الماء المغلي على مدى 20 دقيقة، واستخدمنا المنقوع اللي اتكون صفيناه، وبعد كده استخدمناه في دهان الشعر الأبيض، هيبتدي اللون يرجع للون الأسود الطبيعي، ودي ممكن لو استخدمت 3 مرات في اليوم على مدى من 3 إلى 4 أيام. الحاجة اللي بعد كده هو فيتامين د المركب. الحقيقة أحد الأبحاث قالت إن أنا استخدمت أحد مكونات فيتامين د المركب اللي هو بنسميه الحمض البرع أمينو بنزويك، 300 ميلي جرام كل يوم على مدى شهرين ممكن تؤجل إلى حد كبير ظهور الشعر الأبيض، ودي تعتبر طريقة وقائية أكثر منها طريقة علاجية. الحقيقة في برضو وصفة أخيرة عايز أقولها بالنسبة لظهور الشعر الشايب المبكر في بعض العائلات، إن لو إحنا استخدمنا في هذه العائلات الشاي المغلي بشدة ويوضع إليه قليل من الملح، ثم تدهن بصيلات الشعر من الداخل إلى الخارج على مدى يوميا على مدى من شهر إلى 3 شهور، ممكن هذه الوصفة تؤجل إلى حد كبير جدا ظهور الشعر الشايب في داخل هذه العائلات وتحافظ على لون الشعر الأسود. عزيزي المشاهد، أنا أرجو أن أنا أكون وفقت أن أنا أعرفك إيه العلامات اللي بتؤدي إلى ظهور بيضاض الشعر، وإيه الألوان المختلفة اللي ممكن الشعر يتلون بيها، وفي نفس الوقت إيه الوصفات والنباتات الطبيعية اللي ممكن نستخدمها عشان نحافظ على اللون الأسود الجميل اللي موجود في شعرنا. عزيزي المشاهد، أتمنى أن أنا دايما أشوفك دايما بصحة ودايما بعافية مع الموسوعة الجمالية. شكرا وإلى اللقاء.